مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان الآليات الاقتصادية في خدمة المحافظة على البيئة. عرف المغرب ضغوطات كثيرة على مجال البيئي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي السريع خلال العشريات الأخيرة، الشيء اللي دفعوا لتطوير عدة آليات لدعم السياسة البيئية بهدف حماية الأوساط الطبيعية. إذا كانت للمقاربة القانونية المتبعة من طرف الوزارة دور أساسي في المحافظة على البيئة من خلال سن القوانين اللازمة لتأطير عدة ميادين وأنشطة لجعلها كتنسجم مع متطلبات المحافظة على البيئة، فللمقاربة الاقتصادية المعتمدة كذلك دور محوري في هذه السياسة من خلال وضع عدة آليات اقتصادية لمواكبة الأنشطة السوسيو-اقتصادية في الجهود الرامية إلى التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل. في إطار مواكبة الجهود الرامية من طرف مختلف المدخلين للحفاظ على البيئة، تم اعتماد عدة آليات اقتصادية أخص بالذكر منها صندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، صندوق مكافحة التلوث الصناعي، آلية تطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي، كما تم كذلك فرض ضريبة إيكولوجية على المواد البلاستيكية من أجل تعبئة موارد مالية جديدة لتوظيفها في تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ببلادنا. شنو هي الآثار المستقبلية لهذا النظام على بيئة بلادنا؟ تتلعب هذه الآليات دوراً هاماً في إرساء أسس التنمية المستدامة من خلال مواكبتها للنسيج الاقتصادي الوطني أو الجماعة الترابية للنهوض بالشيء البيئي ببلادنا. وقد عرفت ميزانية الوزارة قفزة نوعية، حيث مرت من حوالي 50 مليون درهم سنة 2005 إلى قرابة مليار درهم حالياً. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.